كبير الصوت لكم وصلوا كلمة كبير الصوت لكم وصلوا احنا ما عبنا ولا رح نلجوء احنا ما عبنا ولا رح نلجوء قالوا التعيين عنكم مددوه قالوا التعيين عنكم مددوه رجع ماكو الا مرنا تخلصوا رجع ماكو الا مرنا تخلصوا هدل حافين مهندس لون اخوه هدل حافين مهندس لون اخوه هدل حافين مهندس لون اخوه كل مسيرة الصوت لكم وصلوا كل مسيرة الصوت لكم وصلوا احنا ما عبنا ولا رح نلجوء قالوا التعيين عنكم مددوا صغار وكبار المهندس همشوا صغار وكبار المهندس حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتحليلاتكم وتعليقاتكم على المواضيع اللي نختارها بحلقاتنا. بداية نحب نذكر السادة مشاهدين أنه إحنا عندنا تردد جديد تردد قناة الرافدين الفضائية الجديد هو 10727 على مدار القمر نايل سات. فنتمنى من السادة المشاهدين أنه يلزم ريموت التلفزيون ويدخل هاي الأعدادات الجديدة على أجهزة الاستقبال الخاصة به حتى نظل مستمرين وياكم سوا. مشاهدينا الكرام برنامج صوتكم أي شخص يحب يتصل به يقدر يتصل على واحد من الأرقام اللي تشوفوها بهذا الشريط أسفل الشاشة. إضافة إلى ذلك عندنا أرقام أخرى خصوصات للبرنامج الرقمين اللي تشوفوهن الآن هذا واحد وهذا واحد ذني مخصصة إلى داخل العراق تقدرون تتصلون على أي رقم من هاي الأرقام الخمسة وعندنا رقم آخر مخصص لبرنامج الواتساب. هذا الرقم ما أقدر استقبل عليه اتصال لحد يزعل علينا لحد يأخذ من خاطر علينا لأنه هذا الرقم فقط للرسائل المكتوبة يعني حتى الرسالة الصوتية ما نقدر نسمعها. فأتمنى أن تكون رسالتكم مكتوبة وتكتبوا لنا اسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. اليوم راح نحكي على موضوع التغيير الديموغرافي. اللي ما يعرف معنى كلمة التغيير الديموغرافي اللي هي تغيير التركيبة السكانية في المناطق. يعني يجون على منطقة معينة شنو تركيبتها السكانية؟ شنو الناس اللي عايشة بيها؟ يقللون من أدها يطلعوها يسكنون بها ناس آخرين يهجروهم ويجيبون أناس آخرين يعيشون بهذا المكان من غير طائفة من غير قومية من غير مكان هذا بحث آخر لكن التغيير الديموغرافي. العراق معروف عنه منذ الأزل أنه هذا البلد عبارة عن فسيفساء أقصد الفسيفساء اللي به هي الطوائف. تكوينة وتركيبة الشعب العراقي هي معجونة منذ القدم مجموعة من الطوائف والقوميات والأديان بس كانوا متعايشين سوا من يوم العراق بالصبي والمندائي والكردي والعربي والمسلم والمسيحي وبهاي الطوائف اللي عايشين والسني والشيعي احنا ما نريد نحكي بيها لكن التركيبة السكانية اللي عاشت بالعراق لكل محافظة لها هويتها خلينا نقول لكل منطقة لها يعني تركيبتها الخاصة بها عدا محافظة التأميم أو كركوك اللي سميت بالعراق المصغر في فترة من الفترات لأنه حوت كافة الطوائف وكافة الأقليات والقوميات. اليوم نجد أنه الحكومات اللي حكمت العراق من 2003 لليوم عدها هم واحد هو التغيير الديموغرافي للمناطق العراقية. جرف الصخر بدت بيها تهجر الناس من أدها ولليوم أهلها وأصحاب الأملاك بيها وناسها اللي عاشت سنين
وعدها أناس مدفونة بيها وعدها ناس عايشة بيها، ما قادرين يرجعون. نصعد إلى صلاح الدين، نصعد إلى الأنبار، نصعد إلى نينوى، نصعد إلى نروح إلى ديالة، محافظة التأميم، بغداد بها تهجير، أكو أناس يتهجرون من مناطقهم في الجنوب. نعم قد تكون الوتيرة تختلف في تهجير الناس وتغيير التركيبة الديموغرافية للناس من منطقة إلى منطقة، لكن هو حاصل. اليوم عندنا مخيمات مليانة وعندنا ناس تهجروا وراحوا عاشوا بغير محافظات وأجروا بيوت وقعدوا، وأكو من ما قدر يلقى إيجار قاعد بهيكل، قاعد بتجاوز، قاعد هبة من ناس الله ميسر لهم ونطوا بيت، لكن ما شفنا مهجر رجع ولا شفنا واحد من أهالي الناس اللي كانوا ساكنين بمناطقهم واللي عايشين هسه بمخيمات النزوح أو عايشين بأماكن اللي عايشين بيها، إن كان ببغداد، إن كان بكربلاء، إن كان بالنجف، إن كان بالبصرة، إن كان وين ما كان، بس هو طالع من ديرته، ما شفنا بهم واحد رجع. ولما تسمع الناس، وأكو كتب قديمة إذا تتذكرون، يثرب مثلا ناحية يثرب محافظة صلاح الدين أهلها منعوا من العودة إلها، جرف الصخر أهلها الميليشيات منعت أهلها يرجعوا لها. فإحنا هذا الموضوع اللي نريد نحكي به اليوم. المواطن العراقي دا يدفع ثمن هذا التغيير الديموغرافي. شاكر من بغداد وياي، حياك الله. التغيير الديموغرافي لهذه شاكر تسمعني؟ يبدو أن أنه الاتصال ويا الأخ شاكر انقطع، فنتمنى من الأخ شاكر أنه يرجع لنا. اليوم اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي أدانت الانتهاكات الحكومية الممنهجة ضد أهالي منطقة القناطر بقضاء القرمة التابع لمحافظة الأنبار من خلال التضييق الأمني في ظل استمرار سياسة التغيير الديموغرافي. اللجنة العليا للميثاق الوطني قالت أن السلطات الحكومية تقدم على ضم منطقة قناطر داخل الجدار الكونكريتي وعزلها عن محافظة الأنبار في نسخة مكررة للجدار الصهيوني في فلسطين المحتلة. ولفتت الانتباه إلى أنه يشرف على المنفذ الوحيد للمنطقة شخصان ينتسبان إلى الجيش الحكومي، وهم محمد الكناني وآخر يدعى قصي، مبينة أنهما يمارسان طرقا طائفية مختلفة لإذلال الناس داخل السيطرة والمنفذ، فضلا عن ممارسة التضييق على المزارعين وعلى أصحاب المحال التجارية وعلى المرضى من أجل دفع الأتاوات المالية. وأشارت اللجنة إلى أن الانتهاكات الصارخة ما كانت تحدث لولا تواطؤ مسؤولي محافظة الأنبار ضد أبناء المحافظة وتفضيلهم المصالح الشخصية الخاصة على حقوق المواطنين. هذا اليوم بيان عن اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، قرأت لكم يا شاكر من بغداد، رجع لنا، حياك الله. شاكر انقطع الاتصال عفوا مرة ثانية ويا الأخ شاكر. أتمنى من الأخ شاكر أنه يرجع يتصل بينا، أو إذا عنده مشكلة بالاتصال بالمنطقة أو بالشبكة يغير لنا مكان حتى نقدر نسمع الاتصال ونسمع رأيه بهذا الموضوع. السؤال اللي ينطرح هنا، منطقة القناطر حطوا لها جدار كونكريتي ليش يابا؟ شو مسوين أهلها؟ وليش دا تعزلوها؟ بالله كيان الاحتلال الصهيوني في فلسطين يريد يسيطر على قاع، مو قاعة هي فلسطين للفلسطينيين، وعزل القدس وسوى جدار الفصل العنصري وصار لهم سنين والفلسطينيين ما راضين به. لكن انت يعني منطقة بقضاء تعزلها بجدار وتحبس اهلها جوا، شو مسوين؟ ومنو ابو الفكرة اصلا؟ شو ما سمعنا بيها؟ هاي
لجان مو حكومية قامت تحكي، لا مسؤول حكى بهذا الجدار ولا برلماني حكى بهذا الجدار ولا واحد من مسؤولي المحافظة حكى بهذا الجدار. فجأة سمعنا أكو جدار كونكريتي دا يعزل منطقة بقضاء. اليوم تعزلون القناطر، باكر راح تعزلون غيرها، عقب راح تعزلون غيرها، ما نشوف نفسنا إلا أنه المناطق العراقية صايرة كانتونات، كل منطقة معزولة بجدار كونكريتي، ويحطون برج على الصفحة على متخاف واحد يريد يشتري من هالمنطقة يشيلوا الهياب حبل. مدى أفتهم الحكومة العراقية دا تعقل دا تسوي له لا، القوات الأمنية مستوعبة اللي دا تسوي له لا. أنت من تعزل ناس وتحبسهم جوا، زين جوا إيش راح يصير؟ وحاط لي بوابة وبيها اثنين ويأخذون أتاوات ويهينون الناس ويغلطون على الناس ويعذبون المرضى، ويجوز ما بيها مستشفى، يجوز ما بيها مدرسة. زين اللي عندهم أطفال يردون يودوهم مدارس شلون يودوهم؟ اللي عنده مريض شلون يوديه؟ زين الحكومة ما فكرت بهذا الشيء لا لا. من نروح همينة نطلع هسه من الأنبار، قضاء الطارمية شمال العاصمة العراقية بغداد، قضاء الطارمية بحملات دهم واعتقال حكومية على قدم وساق من 2003 إلى اليوم. هذا القضاء مهدأ من 2003 إلى اليوم، هذا القضاء شهرياً يداهم، شهرياً. اليوم أكو حملة اعتقالات حكومية على عدد من المدنيين، أكو بينهم فلاحين وأصحاب بساتين بقضاء الطارمية. بس أريد نفتهم شنو مشكلة الحكومة ويا هالقضاء بالذات. ياسين من سليمانية ويايا حياك الله. السلام عليكم أستاذ العزيز. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أستاذ نشكر هذه المبادرة الطيبة منكم ولكونكم تحكم قضية الناجحين وعودتهم ورجاحهم. نعم. سال بخصوص الناجحين، اكو مناطق صلاح الدين واطراف صلاح الدين لحد الان ما تم عودتهم، يعني المناطق سكناهم الاصليه اللي هم حاليا يسكنون المخيمات، سواء كانت بكركوك ليلان او سليمانيه مخيمات عاشتي وعربت لأسباب أمنية، أسباب سياسية، أسباب. أنت تقول لي أكو مناطق، ليش هي يا منطقة أهلها رجعوا لها من النازحين؟ إن كان جرف الصخر اللي من المفترض أنه هي أول منطقة أعلنت القوات الحكومية استعادتها من تنظيم داعش بين قوسين وتحتها ألف خط، حتى لحد يقول أنه أنتو غير شيء الإرهابي، خلي يستوعبوها هاي الكلمة. يا ناس رجعوا، سكان جرف الصخر رجعوا، لو صلاح الدين، لو الأنبار، لو نينوى، لو ديالة، لو التأميم، لو منو رجع أصلاً؟ والله أستاذ إحنا نتمنى الكل ترجع ولتنتهي هذه القضية اللي أنهت الكثير من العوائل المتضررة. نعم. نعم. إذا تريد يا أخي ياسين نصيل التلفزيون واسمعني من التلفون أسرع. نعم سؤال عزيز. أي نعم. فنتمنى أن ينتهي هذا الملف وقضية الناجحين من الحكومة، نطالب إحنا الحكومة، نطالب وزارة هجر المهاجرين اللي يعني شبه المهملة أو مهملة بالكامل، يعني هذه القضية قضية الناجحين نطالبها، يعني اكو بيوت يعني مهدمه مفلشه، يعني خلاص بالكامل، اللي ما عنده راتب، اللي ما عنده وظيفه، اللي المزرعه مالته سرقت او انتهت. نعم. ويريدونهم يرجعون، يعني من المستحيل يرجع من الصفر، يعني ما يعني مناطق منكوبه. نعم. فنطالب وزاره الهجره، نطالب المسؤولين، نطالب نواب محافظة صلاح الدين اللي هم بالبرلمان اللي نطالبهم يناجدون في هذه القضية، تعويضهم، إرجاعهم، مناطقهم.
وخلين هون هذه المعاناة. إذا هو قاعد ومرتاح، أكو عوائل ما مرتاحة، عوائل تطلع الجدي بشوارع، الناس طلعت يعني نعم نعم نعم، وصلت رسالتك أخي ياسين، وشكرا جزيلا لانضمامك لنا ببرنامج صوتكم من الكويت. سعد حياك الله يا سعد. استاذ تحياتي لك واحترام وتقدير لك وللبرنامج الراقي. استاذ احنا فقراء نعبر عن الرأي يعني حر، رأي يعني شفافية يا استاذي. نعم استاذي، انا كنت متألم سابقا، قسما بالله كنت متألم سابقا واضربت عن الطعام 77 ثانية بخصوص الاعتداء والإرهاب على ناس بدو رحل يا أستاذ بالعراق. على الاعتداء على منو؟ كلمة النكراء يا أستاذي، هذا لا يليق، هذا لا يجوز شرعا وقانونا ودستورا يا أستاذي، ويجب على المرجعية كالسستاني ينبه هؤلاء الناس الذين اعتدوا على هؤلاء البدو الرحل يا أستاذي. أيضا يا أستاذي دور رئيس الحكومة، كذلك رئيس البرلمان، كذلك النائبات الغاليات المحترمات، وين دورهم بهذا الموضوع يا أستاذي؟ أيضا عودة جرح الصخر والطارمية، والناس تريد علاج بالمخيمات، والناس والمجتمع نصف المجتمع يريد أمن وأمان يا أستاذي. بالمنطقة السكنية، خارج المنطقة السكنية، القرى، البحر يريدون أمن وأمان يا أستاذي. وآخر الكلام تحياتي لك وللبرنامج. حياك أخ سعد. أخ سعد، يعني أنت تقول أني تألمت إلى الاعتداء أو تألمت بسبب الاعتداء على البدو والرحل من قبل القوات الأمنية، وما دور المرجعية والبرلمان والسياسيين حول هذه القضية؟ زين، والاعتداء على المواطنين بشكل عام اليوم، المواطنين بشكل عام من شمال العراق إلى جنوبه يعتدى عليهم، طالب يتخرج، طبيب يعتدى عليه، أستاذ جامعي يعتدى عليه، حامل شهادة عليا دكتوراه وماجستير يعتدى عليه، امرأة يعتدى عليها، خريجة يعتدى عليها. فهم يعني إن كان المرجعية وإن كان البرلمان وإن كان السياسيين إيش سووا اليوم على مود يوقفون إلى فئة من الناس؟ رجعوا حقوق الناس؟ قدموا لهم شيء؟ وهذا السؤال اللي ينطرح، شنو اللي قدموه للناس حتى الناس توقفوا وياهم؟ أبو مصطفى من الموصل حياك الله. تمام موجودة. السلام عليكم أخوي. نعم. يلا حياك. حياك الله، تفضل أخوي. أبو مصطفى. أبو مصطفى سامعني؟ انقطع الاتصال ويا الأخ أبو مصطفى، أتمنى إنه يرجع لنا مرة ثانية حتى نسمع رأيه بالموضوع. فإحنا نسأل الجميع، جميع النواب والكتل السياسية من كافة محافظات العراق من شماله إلى جنوبه، إيش قدمتوا لمحافظاتكم؟ قضية المهجرين والنازحين، وزارة الهجرة والمهجرين، أمنيتي أعرف شنو أداء، شنو دورها بالعراق، وشنو قدمت للمهجرين وشنو قدمت للنازحين. وزارة الهجرة والمهجرين عبارة عن مبنى وصرف فلوس وأخذ رواتب وحمايات ومكتب وزير ومكتب مدير وزير ومكتب مساعد الوزير ومكتب ما أعرف منه وقلم وما أعرف شنو، أقسام وحاطين بها ناس تابعين إلى كتل سياسية وما لهم دور نهائيا. صالح المطلق اللي طلعت عليه قضية سرقة أموال النازحين لما على اساس دا يعمرون او دا يبنون مخيمات، وينه؟ ايش سووا له؟ ابو مصطفى من الموصل رجع لنا، حياك الله ابو مصطفى. حيا بارك الله بك. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. استاذ افل، استاذ العزيز، العراق ضايع ضياع فظيع. نعم. مو بس ان كل يوم يعني احنا من نجي، انت اخي العربي نقول احنا دعنا عن الاقوام الباقيه، انت العربي شلون تجي تاخذ بيت شنو؟ انقطع من ماشي استاذ علي. اي سامعك. ابو مصطفى، انقطع الاتصال ويا ابو مصطفى، يعني بس انا وصلت وياك الى اذا تسمعني
وصلت وياك انت العربي وراها ما سمعت شيء، فاتمنى ترجع لنا حتى توضح لنا رايك بهذا الموضوع. قضاء طارمية ارجع له مره ثانيه، المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب يقول انه 3 ألوية من الجيش العراقي مدعومه بتغطيه جويه شنت حمله اعتقالات عشوائيه بقضاء طارمية اسفرت عن اعتقال 20 مدني. 20 طابين 3 ألوية عسكريه وغطاء جوي ويا داعش ما سويتوها. اعتقلت 20 مدني من أهالي منطقة مشروع اليابس. بالقضاء يشار إلى أن القوات الحكومية تشن حملات دهم واعتقال بين الحين والآخر في القضاء، فضلا عما يتعرض له سكان القضاء من عمليات مضايقات بهدف تهجيرهم من أجل إحداث تغيير ديموغرافي. اللي ما يعرف قضاء طارمية، قضاء طارمية هالقداته بالنسبة إلى العراق، 3 ألوية طبلة، 3 ألوية عسكرية، من تقول لواء عسكري يعني كامل سلاحه، وفوق القهر بغطاء جوي. ولما انطبوا الجماعة للأنبار وللموصل انهزموا، لبسوا دشاديش وفلتوا. على ذولاك غمض عينه ونزع البدلة ولبس دشداشة وطلع، بس على ابن الخايبة جايني ببدلته العسكرية وبالقيافة وصاير لأسد وده يعتقل بالناس. وده يعتقل منه فلاح، صاحب بستان، خريج، شاب يشتغل كاسب حتى يقدر ياكل هو واهله. مثل ما وردنا بواحد من الاتصالات، طفل على جليكان بنزين الحكم اعدام عمره 12 سنه. هذول بده يروحون. اريد اسال الكاظم ايش سويت لهم؟ اريد اسال وزير العدل ايش سويت لهم؟ أريد أسأل أبو حقوق الإنسان اللي موجود بالبرلمان إيش سويت لهم؟ إيش قدمت لهاي الناس؟ لما تسمع أنت يا أبو حقوق الإنسان أكو طفل عمره 12 سنة حكم إعدام على جليكان بنزين، وأكو طفل اللي عنده يوزع مي بالتظاهرات انقص شعره بالكتر وانغلط عليه وعلى أهله وعلى أمه، إيش سويت له؟ أبو فيصل من السعودية ويانا، حياك الله. أبقاك الله، مساء الخير أستاذ. مساء الأنوار أخوي العزيز. تحية لك وتحية للقناة، تحية الكادر الطيب، وتحية للمشاهدين والشعب العراقي وثوار تشرين. والله يا أستاذ، بالنسبة ما يسمى بالتنجير وهذه الجرائم هي مستمرة، وبالنسبة لما يسمى بحقين السنة هم عيب حتى تسميهم مرشحين السنة والخونة، وإنما هم الزيوت. وهم ارتكبت الجرائم، ونسمع قبل شوي تقول 3 ألوية أستاذ يحاصرون الطارمية، فالتهجير مستمر. هو يقول هذه الأصابع المجرمة التابعة لإسماعيل أخاوة، فنطالب الشعب العراقي أن يلتف حول الثورة لتخلص من هذا النظام القذر المجرم الذي قتل العراقيين، ولن يستثني لا منطقة ولا كل الجنوب والشمال والوسط، كل هذا الارهاب مستمر، ولن تقوم للعراق قائمه الا بسقوط النظام كامل وتحريرك. شكرا، شكرا لك ابو فيصل. ابو حسن من بغداد، حياك الله. السلام عليكم اخوي افل. عليكم السلام والرحمه والاكرام اغاتي. الله يخليك يا ابو. طبعا هم بوقت لما استلم خميني السلطه، لما قال احنا مو دوله متوسعيه، وطبعا هو كاذب من زمان، فهاي الناس دمهم التوسع والاضطهاد والقتل والارهاب. نعم. يعني هسه جو على الرمادي وعلى المناطق، يعني شوف شلون الكذب مالهم والتضليل الاعلامي. هم ذول هدفهم يعني من زمان، قتلوا اهل السنه، طرق الدمروه الغربيه، هسه لما يطلعونهم من مكاناتهم ويخلون جماعتهم هذول اللي ما نعرف اصولهم منين. فهو التغيير هو تدمير للشعب. نعم. السلام عليكم اخوي افل. عليكم السلام والرحمه اغاتي. يبدو أن الصوت دا يتكرر مرة ثانية، أكو خلل بالاتصالات ويا العراق. وطبعاً هاي قضية من قضايا الفساد اللي البارحة قلتها واليوم أعيدها، اللي المواطن العراقي دا يدفع مليارات للحكومة
حسبوا عدد نسمات العراق وايش قد اكو شبكات خلوي واتصالات موجوده بالعراق وايش قد اكو مشتركين وايش قد هن فلوس الخدمات اللي دا يقدموها، وبالمقابل المواطن ما دا يلقى خدمه. المواطن العراقي لا عنده انترنت مثل الاوادم ولا عنده شبكه اتصالات يقدر يتصل براحته او يحكي براحته مثل ما دا يشوفون. يعني هسه ابو حسن دا يحكي وياي وبنص الكلام قام الحكي ينعاد. الخلل مو بي ولا بالمكان، الخلل بالشركه اللي دا تقدم الخدمه. يعني ما اعرف شو احكي. الدول المتقدمه من وزير يسيء يطلعوه ويجيبون واحد بمكانه، لان الوزير هو موظف، رئيس الوزراء هو موظف، رئيس الجمهوريه هو موظف، موظف وما من حقه تقاعد. يا رئيس دولة دا ياخذ تقاعد بالعالم على فترة رئاسة الحكومة، لأنه أنت أي رئيس صعد كم سنة ورجع. قانون التقاعد مالتنا إذا تقرب يمكن 15 إلى 20 سنة الحد الأدنى إلى التقاعد. زين واحد إجا دورة أولى ودورة ثانية 8 سنوات ما استوفوا الشروط. وإذا نرجع قبل وتلقون البرلمان العراقي وقضية الأنظمة الداخلية للبرلمان العراقي في زمن الملكية، راح تلقون أنه ممنوع يفتح مشروع ومفتوح، ممنوع يأخذ تقاعد، وممنوع يسافر على نفقة الدولة لأغراض شخصية، وممنوع يجمع بين وظيفتين، وممنوع يسجل بيت أو يسجل ملك أثناء تسنم منصب بالبرلمان أو بالحكومة ويسائل. ومرة حكيناها ببرنامج صوتكم الملك فيصل، سألوه لأنه غازي اشترى قاط إلى رئيس وزراء العراق، قال له راتبك هلقد وابنك اشترى قاط بهلقد، وكان الملك فيصل وغازي أمير. فتجون هسه شو البرلماني يأخذ حمايات ويأخذ فلوس وراتب ما شاء الله عليه خرافي على قولت العراقيين، ومخصصات وبدل سفر وبدل خطورة، ومن يطلع ياخذ تقاعد كذا $1,000. فشي يسوي بعد بالوظيفة؟ أبو عمر ويانا من بغداد، حياك الله. حياك الله أستاذ أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام أغاتي. وحيا الله قناة الرافدين، وحيا الله مشاهدين ومتابعين قناة الرافدين. حيا من قال. وحيا الله جميع مظاهرين الناشطين اللي موجودين بساحات التظاهر، ورحم الله شهداء ثورة تشرين المباركة، وأيضا الرحمة على شيوخنا العظام ومنهم الشيخ المجاهد البطل المرحوم حارث الضاري. نعم. رحم الله وأتمنى لهم منا تفسيح جميعهم إن شاء الله. نعم. أستاذ إن شاء الله أستاذ أفل، بالنسبة لموضوعنا لهذا اليوم موضوع التغيير الديموغرافي، يرحلون فهد ويجيبون ناس، يعني هذا يعني فتشي يعني عيب وتجاوز على المواطن بأي، يعني مو دعنا عن الطائفية، وهذا يعني هذا الشيء ما موجود بالعالم كله، ما موجود بالعالم كله. مواطن نشأ في منطقة أو في محافظة ترعرع وكبر وولد وعرف هاي المنطقة وتعاشر فيها، وبعدين تالي متالي يهجرونه ويغيرون يعني بحياته، ولا فترة يردون يغيرون بأنه يجيبون ناس ويرحلون ناس. هذا أستاذ أفل يعني هذا تجاوز وعدم الاحترام يعني للمواطن العراقي بأي قانون بأي صفة. يغيرون ناس ويجيبون ناس على حسابهم، هم مو بشر، هم مو ناس، الله خالقهم. فهاي الأشياء ما تفيد انه يستخدموها لشعبنا العراقي. هذا تجاوز بحق الشعب العراقي ويجب ان يتحاسبون عليه هاي سلطه الاحزاب، لانه هذا الموضوع اللي قاعدين يستخدمونه دلاله على فشلهم ودلاله على انهيارهم، لانه ما قادرين يسيطرون وما قادرين يسوون اي شيء تقدم للشعب. هذا الموضوع اللي 14 سنه من ظلم هاي الحكم والاحزاب وسلطه حكومات المتعاقبه، يعني دي يسوون اشياء بالشعب العراقي ما ممكن اي حكومات سوتها بالسابقه، لا بعهد الملكي لا بعهد اي رئاسه صارت مثل هاي الاشياء.
فاحنا رافضين يعني هذه التغييرات يجيبوا الناس يخلوه زين، والناس اللي راح يجيبوهم ايضا هم عراقيين راح يكونون طبعا من ضمن احزابهم من ضمن ميليشياتهم من ضمن يعني الناس البؤر الفاسده اللي خلوها بهاي المناطق. زين انت من تخلي لهم اما انتم على مكان شلون راح تخليهم تعيشهم؟ راح تهجرهم؟ راح تعطيهم شكل تعوضهم اللي راح ولدهم المسجونين اللي صار كل واحد 5 سنين 7 سنين اولادنا مسجونه لحد الان عرفنا بيهم وين صاروا؟ عوضت هالاشياء عوضت كل شيء. فهذا يعني ما ممكن السكوت عنه استاذ افل. نعم. ضمن تجاوز هاي سلطه الاحزاب ويجب ان يكون ان موقف يعني لهنا وكافي عاد السكوت. يجب ان نوقف ضد هاي الاحزاب اللي حكمت هذه الناس كلها بالظلم وما سوت شيء للعراقيين ابد. يجب كل العراقيين ننتفض ضد هاي الحكومه الفاسده اللي دمرت الشعب العراقي اللي وصلت بفد حد يعني على قاعه وشيله وطلعت شمر غير مكان. يعني ما اعرف يا يعني استاذ افل انه هل العالم يقبل دي يشوف اللي قاعد بالوضع اللي يصير احنا بالعراق اللي دي يصير عندنا المأساة اللي قاعد يصير بيها الشعب العراقي؟ يعني ما ممكن الدول يعني كلها يعني خلي يشوفون وضعنا يتدخلون يشوفون اللي المأساة اللي يصير بينا. يعني احنا اللي على هذا السكوت بالاستح لو يقتلونه لو يهجرونه لو ماكو. يعني احنا هذا السكوت لازم يتحرك الدول تتحرك الأمم المتحدة يشوفون هذا وضعنا. يعني الله أكبر يعني وين وصلنا؟ أي مرحلة أستاذ أفري؟ أي مرحلة وصلنا؟ أي مرحلة من هذا الظلم من هذا الاستبداد اللي جاي تصفون به أحزاب السلطة على أخواننا وأهلنا وناسنا في محافظاتنا الحبيبة؟ يعني يردون يغيرون شلون الأنفس ويغيرون البشرية يخلقون غير بشرية يخلوها. فما ممكن أنه هذا الشيء يعني تمر عليهم. يعني ما ممكن واحنا نعم. رافضين هاي الأمور كلها اللي قاعد يسووها بينا الأستاذ أفل. نعم. شكرا لك أبو عمر. يعني بالنسبة إلى الأمم المتحدة هاي المنظمة هي وجامعة الدول العربية وجودها من عدم وجودها واحد. وما أعرف جمعية العامة الأمم المتحدة ليش باقية، لأنه إذا نقرأ التاريخ أنا قلتها مرة وأرجع أقولها 1000 مرة، عصبة الأمم انهدمت واللغت لأنه صارت انتهاكات لمعاهدات دولية وصارت انتهاكات لحقوق الإنسان جسيمة في العالم وما حد احترم المعاهدات الدولية في وقتها. بس اليوم يعني من 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 باوع الأمم المتحدة ونشوف الانتهاكات بورما وميانمار والصين والهند وباكستان، قصدي يعني كشمير بين الهند وباكستان والعراق وسوريا واليمن وليبيا وفلسطين وشيشان، الانتهاكات اللي تصير هاي كلها يا معاهدة دولية باقية أمام هاي الدول الكبرى حتى تبقى هاي الانتهاكات حتى الأمم المتحدة تدور مصالح. فأنا ما أعرف إحنا إذا نفكر ندور وراء الأمم المتحدة كل شيء ما راح نحصل، لأن الأمم المتحدة سكتت لما أمريكا وبريطانيا جت احتلت العراق وماكو قرار دولي. عندنا اتصال أبو مالك من أمريكا، حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلون صحة حبيبي؟ نحمد الله على كل شيء. جميع الكادر. حياك. أستاذ أفل، هذا التغيير الديمغرافي يعني هذا مو جديد علينا، يعني هاي من بداية الـ 2003 بدأوا بها جماعة الأحزاب بسبيل يصفون المناطق الغربية، بالأخص هم مستهدفين المناطق الغربية. الموصل على علمك منطقة اليزيدية تعرف يعني ما يحتاج أنا أوضح لك السبب بها ذول الميليشيات. وأكثر شيء دا يجيبون عوائل إيرانية يسكنوها هنا يطبعوها بهاي المناطق الغربية، لأن هم الأحزاب اللي عندنا موجودة بالعراق كلها ديول تابعة لإيران، وهم 4 اللي حاكمين هسه العراق كله. صدقني لا رئيس وزراء إلى دور ولا رئيس الجمهورية إلى دور. الدور الأول والأخير تابع لنور المالكي والهادي العامري وهذا الفياض وهذا الأخ اللي يدعي نفسه مسلم كزمه هذا عمار الحكيم
لو اريد اشرح لك تاريخه وتاريخ ابوه وعمه والله العظيم لا تعوق القناه وتطلع. كانوا مهربين مع العمله العراقيه لايران من 67، كان بيتهم بالدوره وطافهم ابوهم سيد محسن حكيم هو وعمه، يعني ابوه وعمه كان طافهم هم وامهم. هسه صاروا يتحكمون بمقدرات الشعب العراقي. البارحه مسوي له مؤتمر على اساس صاير مخلص يريد يعيد العراق يسوي له سياده، لك انت لي سياده، انت بعت العراق لايران. هسه انت تضحك على العالم؟ تريد تسوي ترجع سياده في العراق؟ اني سياده هاي. كل الميليشيات الموجوده عنده تابع لايران. كل ولاء لايران، طب على الجريده مال العداله. جريده مال العداله تابع لعمار الحكيم، شوف صوره من مخليها بالدائره مالته. خاص صوره الخميني وصوره خامنئي. ليش وين رئيس الجمهوريه راح؟ وانت عراقي ورئيس الجمهوريه المفروض تخلي صورته بالدائره مالته تخلي خميني؟ ناس عجم اخي، ناس تابعين لايران. يعني هذا حكي كله تنصر رئيس ما لا يقدم ولا يخر استاذ ابن. نعم. تابعين لايران وخلوا ايران تتمركز بالعراق ودا يسوون تغيير ديموغرافيا لوكيلك دا يجيبون عوائل ايرانيه يسكنوها بالمناطق الغربيه. حتى يسيطرون على هاي المناطق الحدوديه مع سوريا. هم مخططهم مثلث الهلال الشيعي. يريدون يسوون هلال شيعي يربطون سوريا بالعراق بلبنان. هذا المخطط الفارسي. تحول كان قبل هلال شيعي، قيس خزعلي قال الان اريد بدر. رحم الله والديك. يعني هلال الشيعي ما يكفيهم يريدون البدر. نعم. راحوا على اليمن. راحوا على البحرين. راحوا على سوريا. راحوا على خربوا لبنان. شوف هسه لبنان. شوف لبنان ايش راح يصير بيها من وراهم. من ورا هذا حسن نصر الله. كانت لبنان قبل ينضرب بها المثل يسموها باريس العرب. هسه لبنان حسر عليهم لقمة الخبز من ورا ايران. يا استاذ ايفل يعني ما ادري والله ايش بدي اشرح لك، ما اعرف يعني والله العظيم يعجز الانسان من هذا الوضع. وهذا رئيس الوزراء الله وكيلك يحل ولا يربط، لانه ناس مسيطره عليهم. القرار الاول والاخير بيد الميليشيات وبيد دول الثلاثه اللي قلت لك اياهم. مو صار موافق عندهم قرار على اساس يحلون الفاسدين للقضاء. اول فاسد بالحكومه هو نور المالكي، ليش ما يجيبونه للقضاء؟ مجلس الحكم الانتقالي كله مو بس نور المالكي. رحم الله والديك، ليش ما يجيبوهم؟ مو رئيس الوزراء يقول انا عندي سلطه، ما يجيبهم ويحيلهم القضاء. الشعب العراقي كله وياه. يعني معقوله هاي الشعب العراقي ما بيزلم بس نور المالكي؟ شنو هو هذا نور المالكي حتى اخاف من عنده؟ جيبه وذبه جوه هو وهذا العامري. كافي عملاء يا اخي، كافي. نعم. واني اشكرك استاذ. شكرا إيه. شكرا لك ابو مالك. شاكر من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. تحيه لك وتحيه لسادة البرنامج. حياك الله اخوي العزيز. اللي ما تعتبر بصوت المظلوم. حياك الله اخوي. استاذ افل، احنا اليوم نقول هذا التغيير الديمغرافي. ايه. انا بدي اسالك بالله يعني محافظة الأنبار إيش تبعد عن محافظة بغداد؟ تبعد يعني ماكو كيلوين أو ثلاثة أو أقل من ذلك. نعم. يعني هذا التغيير الديمغرافي مالهم يحط صبات ما بين الأنبار وما بين صلاح الدين وما بين بغداد. زين التغيير الديمغرافي يجي على منطقة قضاء الطارمية إذا أريد أروح مثل ما يقول يعني أسرح أجيب لي 1000 عاجة 500 عاجة أصرح بيهم قضاء طارمية دم. قضاء طارمية دم يروح يجيبون بيها 3 ألوية من الميليشيات ومن ما يسمى من الحشد الشعبي وما ومكافحة الأرهاب والشرطة الاتحادية وغيره وسواب يطبون. والله اليوم خاطرني واحد من الطارمية، نعم الطارمية هو يعني أسهل. أي. يقول أخ شاكر يعني عندنا واحد عمره 15 سنة قاعد يزقي بالبستان مالته، يزقي بالبستان، جاوا عليه قالوا ها انت داعشي تستغربنا وانت وشالوه هو الكرك ماله ولحد الحين دله وين؟
شاله هو ومنو؟ شاله هو ومنو؟ هو قاعد يسخي بالبستان مالته. اي قلت لي اه يعني افتهمت انه انت داعش وتريد تضربنا وشاله ويا من شاله؟ اخذوه ما حد يعرف من اللي اخذه. اها قالوا له انت داعش تضربنا وما حد يعرف من اللي اخذه. زين التغيير الديمقراطي يعني استاذ شاكر اني افتهم منك هسه انه قلت لي الشاب عمره 15 سنه او 15 سنه قاصر يعني يعتبر طفل قانونيا، طفل عمره 15 سنه دا يسقي مي شالوه على اساس انه هو داعشي؟ والله داعد يسقي مي، دا يسقي بستانه بالماي مدير ماطور، وانا يعني حتى بستان وانا جيت على البستان ما يا بتحذير من برنامج صوتكم الاهالي الطارميه وللعراقيين، لا حد يلزم صون دبيده ولا حد يشغل الماطور. هاي راح نوجه تحذير للمواطنين، لا حد يشغل ماطور ولا يلزم صونده، لان الصونده عد الميليشيات وعد القوات الامنيه سبطانه والماطور شاجور مال اسلحه. الف رحمه على والديك، الف اليوم اليوم شوف يعني هم اليوم من يحكون تابعت عدد القنوات هذل. نعم. طلع واحد برلماني قال يابا ايش يعني الجامعيين والعراقيين وهاي المواطنين وشعب عراقي وليش هالشكل؟ وهاي ومن 2014 لحد الان الداعون نحصر السلاح بيد الدوله. قال بينا احنا ما نحصر السلاح بيد الدولة الا امريكا تطلع يلا عندنا نحصر السلاح بيد الدولة. نعم يعني شوف يعني القانون يقول له صار الحين عبد القادر النايل هو اللي على قناة الدجلة فاتصل ويا واحد قال يابا زين قال عبد القادر النايل قال زين انت ليش ما تطلعون تسحبون السلاح من الميليشيات؟ يقول لا تقول ميليشيات لا تقول ميليشيات هذول الجهاد هذول المقاومين هذول الجهاد هذول الحسين احفاد الحسين يقتلون بالمواطنين يا استاذ اذن احفاد الحسين يقتلون بالمتظاهرين احفاد الحسين ما هي التغيير الديمغرافي يقتلون المتظاهرين والناس يقتلون الابرياء لانهم داعوا بحقوقهم ويروح يخطفهم هو هذا الجهاد هذا جهادهم او هذا جهاد المرجعيه. نعم والله انا من منبركم الشريف من منبركم الشريف بس اودي رساله للكاظمي اقول له يا الكاظمي لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا فالظلم يرجع عقباه الى الندم أتنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لن ترمي أسأل الله أن يذكركم من أول واحد إلى آخر واحد وأنا أشكرك شكراً شكراً التطريق. شكراً لك أخ شاكر يعني واحد عمره 15 سنة قاعد يسقي بستان يعتقلوه والله يعني عذراً بس موضوع يضحك فيعني مواطنين عرفوا عقليتهم هيك فلا حد يلزم صوندة بيده لأن الصوندة يشوفوها رشاشة وبطل المي همينة شافوا إرهابي صاحبه اللي وزع مي بالتظاهرات عفوا فالمي شكله يخوف والله ما أعرف شاكي ما أعرف الحكومة إيش ده تسوي بالنسبة إلى الواتساب يبدو أنه أكو مشكلة بالاتصالات اليوم يعني الرسائل قليلة بس عندي السلام عليكم أخي الكريم موقف يوميا متكرر من قبل هؤلاء الذين يطالبون بالتعيين منذ عام كانوا يرددون أريد وطن والآن أريد تعيين ما هذا التناقض وهم يهانون ويضربون ويشتمون نقول لهم ارجعوا إلى مبادئ ما قامت عليه الثورة تحياتي لكم مكاتب اسمك كنت أتمنى أنه تكتب اسمك أبو حاتم من الموصل يقول السلام عليكم تحية طيبة للجميع أستاذ أفل المحترم العراق للعراقيين والعراق لا يقبل القسمة لأحد العراق للعراقيين والتاريخ يشهد زاخو لابن الفاو والبصرة والسماوة لابن الموصل والعراق لكل العراقيين وهذه إرهاصات ومخططات الاحتلال الأمريكي الغربي والشرقي وهؤلاء خدم الحاخامات الإيرانيين والعراقية الصهاينة الخضراء
عملهم هذا لكسب عامل الوقت لنهب أكبر وأكثر من مورد من موارد العراق بعد شعور أهل الجنوب بهذه الإرهاصات. خرجوا بهذه التظاهرات السلمية وثورة تشرين العراقية ضد هؤلاء خدم الاحتلال الأمريكي الإيراني وأعوانهم الفاسدين في الخضراء وطردهم من العراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أستاذ شاكر وأبو مالك وأبو عمر وكل المتصلين حكوا على قضية مهمة أنه اللي دي يصير بالعراق. تعرفون شنو إنجازات الحكومات العراقية من 2003 لليوم؟ رقم واحد الطائفية، رقم اثنين التقسيم، ثلاثة مدارس من طين، شوارع سيئة، بنية تحتية منهارة، تعليم رديء، صحة ماكو، زراعة منتهية، صناعة ميتة، عدالة مغيبة، قضاء مسيس، فساد مستشري، انحطاط خلقي وأخلاقي سياسي، ثروة سمكية وحيوانية مقتولة، تهريب لقوت الشعب منظم وبعلم الحكومة. ولا حد يقول لي حكومة ما تدري. أما قضية السيادة فهي سيادة منتهكة ورايحة ومديوسة بالرجلين وبانتقائية، يعني بمزاجية مو سياسي اللي يطي الأمر إيران وأمريكا. بس بما أنه هم يعني هسه الموجودين إيران نطت ثلاث قوالة على أمريكا بالرئاسات الثلاث، فإذا الرئاسات الثلاث تابعة لإيران حسب قولهم، أنا ما دا أقول شيء، هم قالوا إحنا جبنا ثلاثة أهداف على الولايات المتحدة الأمريكية، فهم عندهم مشكلة هسه ويا الولايات المتحدة الأمريكية قضية السيادة، وجودها خرق للسيادة العراقية. بس هم أمريكا جابتهم وأمريكا حطتهم وأمريكا خلتهم يصيرون مسؤولين وأصحاب مناصب، وأمريكا سلمت العراق لإيران، وأمريكا سوت كل هذا اللي دا يصير بالعراق. والحاكم المدني للعراق بول بريمر شاهد، هو مذكراته، أقرأ مذكراته وتعرفون اللي سوته أمريكا بالعراق. فالسيادة بمزاجيتهم، ولو احنا ما عدنا سيادة. برنامج صوتكم انتهى مشاهدينا الكرام. قبل ما اختم احب اذكركم مرة ثانية، ترددنا الجديد 10727 على مدار القمر نايلسات، فاتمنى تدخلون هاي الاعدادات باجهزة الاستقبال الخاصة بكم حتى نظل مستمرين وياكم بكل برامجنا ونشراتنا الاخبارية. نلتقيكم على خير ان شاء الله بنفس الموعد نفس البرنامج باكر. في امان الله. We'll be right back.